بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. الشرط الرابع: الإطاقة. فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه، للآية الأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين. الشرط الرابع: الإطاقة. فلا يجب الصوم على من لا يطيق لكبر سنه أو المرض، لكن المرض نوعان، فيه مرض عارض ومرض دائم. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتكليف بحسب الوسع والطاقة، بل إن التكاليف يأتي بها العبد بكل طمأنينة وراحة، لا يتكلفها بشدة. سميت تكاليف من جهة أنها ملزم بها، ليس أنها كلف بها لأنه يجد مشقة، لا، لأنه ألزم بذلك. وإلا فالتكاليف الشرعية العبد يستطيع أن يأتي بها وبأكثر من ذلك. كثير من الناس ينذر، مع النذر خلاف المشروع، لقوله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يطيق لمرضه لكبر سنه، شيخ الكبير ومرأة كبيرة، ولا يلزم أن يكون شيخا، قد يكون إنسان ضعيف الجسم، نحيل الجسم مثلا، وليس عن مرض، لكن هو يعلم أنه لا يستطيع الصوم، أو بتقرير الطبيب أنه يضره الصوم، فهذا إذا كان شيئا مستمرا فيفطر ويطعم، إذا كان واجدا يفطر ويطعم. هل يجب أن يطعم نصف صاع أو ربع صاع؟ صحيح أنه لا يلزم، الواجب هو أن تشبع مسكينا، سواء كان نصف صاع ربع صاع، الواجب هو الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا هو الأظهر. إن لو أنه مثلا ما استطاع هذا الشهر أن يصومه لكبر سنه، فجمع 30 مسكينا، جمع 30 في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، أو فرقهم أو أطعم كل يوم مسكين، كل يوم مثلا يدعو مسكين إلى بيته فيشبعه، أو يدعوه مثلا في مطعم مثلا فيشبعه، فإن أحب أن يعطيه مثلا ورغب المحتاج بذلك يعطيه طعاما نيئا، لا بأس بذلك. والأحسن يكون معه شيء من الإيدام. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، المرض الدائم مثلا، إذا كان مثلا مرضه دائم، واختلف في بعض الأمراض الآن، لكن حين يعلم أن هذا المرض لا يستطيع مع الصوم وأنه مستمر معه كذلك، هذا على قول جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعي والحنابلة، خلافا للمالكية. المالكية يقولون لا شيء عليه، لكن الجمهور أخذوا بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي يصومونه بشدة وطاقة، شدة وطاقة.
قال ابن عباس: كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام، يفطران ويطعمان ما كان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع. الحديث والحامل والمرضع إذا خافتا. الحديث حديث ابن عباس انتهى عند قوله خافتا، أما زيادة على أولادهما أفطرتا وأطعمتا هذا ليس من كلام ابن عباس، أدرجه المصنف رحمه الله وليس من كلام ابن عباس، هذا من كلام أبي داود رحمه الله. حديث ابن عباس قوله انتهى عند قوله إذا خافتا، أما قول على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، خافتا يعني فسر أبو داود أن خافتا أي على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، هذا من تفسير أبي داود رحمه الله، وهو كذلك وهو قول الجمهور. لكن الحامل والمرضع الصحيح فيها خلاف على ثلاثة أقوال. قيل إن خافت الحامل والمرضع إن خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا إطعام، وإن خافت على نفسها أو على ولدها أو خافت على ولدها دون نفسها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم مسكين. هذا هو مشهور مذهب الحنابل رحمة الله عليهم وقول الشافعية. وذهب الأحناف وهو الصحيح إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان إذا خافتا، سواء على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسيهما أو ولديهما، تفطران وتقضيان ولا كفارة، لأنهما في حكم مريض وليس هناك دليل على وجوب الكفارة، والذمم بريئة من وجوب شيء من المال إلا بيقين وليس هناك دليل. ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه أنه كان يقول أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء. ابن عباس نزل الحامل والمرضع منزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام. ابن عمر خالفه وأخذ والجمهور أخذوا بقوله، قال تفطران وتطعمان إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أو على ولديهما، لكن الأظهر هو ما تقدم. فإن لم يكن لهما فدية يعني لم يجد فدية في هذه حالة لا شيء عليهما. وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، هذه الآية فيها خلاف، ذهب ابن عمر وسلم الأكوع إلى أنها منسوخة كما روى البخاري، لكن قول ابن عمر وسلم منسوخة يعني مخصوصة، ولهذا حملها ابن عباس على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، نزلهما منزلة الصوم في أول الأمر، كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكين، كان تخير، ثم نسخ هذا ثم قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فوجب الصوم. وهذه الآية بقي حكمها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذلك المريض الذي مرضه مستمر، فإنه يفطر ويطعم إن كان واجدا وإلا سقطت عنه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة: أحدها الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض. نعم. فعليهما القضاء، فعليهما القضاء حسب عندك؟ اي نعم، هي مو موجود عندي، يعني حسب يعني يكفي، حسبي كفاني يعني. وهذه المسألة تقدمت
ومن لزم الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة، تقدم الحامل والمرضع، وأن الصواب أنه يجب عليهما القضاء وأنه لا إطعام عليهما على الصحيح. ولهذا القياس كالمريض، يعني إذا كان كالمريض إذن يكون حكم المريض في كل الأحوال بلا تفصيل، لأن التفصيل يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على هذا التفصيل. نعم. الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض، والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده وإن انقطع دمها ليلا. نعم يعني الحائض والنفس هذا محل إجماع، قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، جاء في أخبار حديث سعيد وحديث ابن عمر، هذا محل اتفاق. والنفاس كالحيض، لأن النفاس حيض مجتمع، النفاس حيض مجتمع، ثم إذا وضعت تنفست فيخرج، والحيض يقلبه الله برحمته وحكمته غذاء للجنين في بطن أمه، فإذا ولدت انصرف الزائد منه وبقي ما يكون يجعله الله سبحانه وتعالى لبنا للجنين فيتغذيه في بطنها وترضعه بعد ذلك، ثم ما فضل من هذا الدم وهو الحيض يخرج، فحكم حكم النفاس ولا يصح منها الصوم ولا الصلاة بلا خلاف. نعم. وإن افطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء، لا وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه. متفق عليه. وهذه في معناه. نعم. يقول وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم، لو أن امرأة حائض، الحائض إذا انقطع دمها في الليل تنوي الصوم تصح بلا خلاف، لأنها علمت انقطاعه فيجب عليها الصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأنها طهرت، فوجب الصوم في ذمتها، وجبت الصلاة في ذمتها، لأن الآن حكم الجنوب. ولهذا قال ثم اغتسلت في النهار صح صومها، وهذا محل اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع يعني من غير احتلام ثم يغتسل ويتم، وهذا ثابت صحيحين عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا فيصح صوم الجنوب بلا خلاف. قال سبحانه وتعالى إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الوجه ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقال سبحانه في أول آية حل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، فلو وقع الجماع ليلا من آخر الليل فلم يتمكن من الغسل فإنه بتنبيه الآية لا يتمكن من الغسل إلا بعد طلوع الفجر فيصح صومه بلا خلاف. وكذلك الحائض إذا طهرت في الليل ولم تغتسل ولم يمكن الغسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها، لكن لو أن امرأة حائض في الليل هي نامت وهي حائض واستيقظت بعد طلوع الفجر تستصحب الحيض حتى تأكد من الطهر، لكن إذا طهرت ورأت الطهر في هذه الحال كما هنا فإنها تغتسل وتصوم بلا خلاف، والصلاة وجبت في ذمته. ولهذا قال يصبح جنبا يعني أن حكمها حكم الجنب. ولهذا جماع الحائض حرام وفيه كفارة على المذهب خلافا للجمهور، ولو وقع الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حرام لا يجوز، لكن هل فيه كفارة؟ فيه قول ضعيف فيه كفارة، لكن الصحيح أنه ليس فيه كفارة لأنه لم يكن مع الدم بل مع
انقطاع الدم، لكنه حرام لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. نقف على هذا، بارك الله فيكم.